السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بأحوال الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدمكم آخر توقعات ابتداء من زوال اليوم القادمة بإذن الله. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. رياح قوية مستمرة على أقاليم جنوبية المملكة وكذلك الجنوب الشرقي وسوس وكذلك على الصويرة بإذن الله وأسفي. وبالنسبة لتوقعات كذلك الحرارة المرتقبة بحول الله، فمن المتوقع أن تستمر انخفاض في درجات الحرارة بإذن الله. وبالنسبة كذلك لتوقعات أمطار الخير، فمن المحتمل بإذن الله تكون بعض العواصف الرعدية، وكذلك على أقصى شمال المملكة تبقى ضعيفة ومتفرقة، محتمل كذلك بعض العواصف الرعدية على توريد تبقى أمطار ضعيفة نسبيا، محتمل إن شاء الله أن تعود أمطار الخير. وكذلك بالنسبة ليوم الأربعاء احتمال تكون كذلك بعض العواصف الرعدية على قنيفرة وكيكو وبني ملال، وكذلك توريت ووجدة بحول الله، أمطار رعدية معتبرة إن شاء الله وقوية قادمة، كذلك أمطار قوية جدا وعواصف رعدية معتبرة خصوصا على وجدة بإذن الله، وكذلك مرتفعات الأطلس المتوسط بإذن الله على سكور ممتاز وإفران وكذلك تهالة وأجرادة بحول الله وتوريت ووجدة وأكنول، أمطار قوية كذلك على خنيفرة وبني ملال وزاوية الشيخ وأزيلال وكذلك أكادير وعشيبة وأوكيمدن. بالنسبة لباقي المدن الأخرى وأقاليم جنوبية المملكة، أجواء مستقرة إلى قليل السحب واستمرار الضغط الجوي المرتفع. كذلك بالنسبة ليوم الجمعة أجواء غير مستقرة، محتمل أمطار رعدية قوية على وجدة وفاس وخريبقة ومراكش بإذن الله، وكذلك على كذلك خنيفرة وكيكو بإذن الله، وأمطار رعدية كذلك حاضرة بقوة، محتمل ارتفاع في درجة الحرارة على فاس وتازة وتوريت وبردوات، كذلك وجدة بإذن الله أمطار قوية كذلك على مراكش، وقد تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة كأقصى درجة مسجلة بمراكش. بالنسبة كذلك اليوم السبت بإذن الله، فيتوقع استمرار العواصف الرعدية والزخات المطرية خصوصا على كذلك السواحل وكذلك خصوصا على السهول الغربية للمملكة. كان اليوم الأحد أمطار وزخات مطرية معتبرة غزيرة وقوية على كيكو وخريبقة وفاس وكذلك تازة وميدلت وتبانت. بالنسبة لباقي المدن الأخرى أجواء صافية إلى قليل السحب. بالنسبة كذلك اليوم الاثنين بحول الله، فيتوقع أن تكون الأجواء كذلك غير مستقرة، محتمل بعض التساقطات المطرية على الجنوب الشرقي للمملكة، أمطار رعدية قوية على تبانت والرشيدية وتنغير وميدلت وطات الحاج بإذن الله، وكذلك تقلبات جوية محتملة إن شاء الله خلال الفترة القادمة. كذلك بالنسبة ليوم الثلاثاء، فيتوقع دخول أمطار كذلك معتبرة كذلك على الجهة الشرقية. بالنسبة ليوم الأربعاء، فيحتمل بإذن الله أن تكون الأجواء صافية إلى قليل السحب.